موضوعنا اليوم بخلال مشاهدينا هو الولادة المبكرة، وضيفتنا هي الدكتورة لما شرف الدين. أهلا وسهلا فيك يا دكتورة. لما بنقول ولادة مبكرة شو يعني؟ معناتها لما بيخلق الولد قبل ترمه، يعني مفروض عادة الولادة المكتملة على 9 أشهر، لما بيخلق قبل ب3 أشهر أو شهرين أو قبل بشهر من ما مفروض. هل في أنواع؟ طبعا في انواع، يعني اذا كان ولاده كثير مبكره اكستريملي بريماتشور بنسميهم بالانجليزي، يعني قبل ال 28 اسبوع من اكتمال الحمل، او اذا كان بين 28 و 32 اسبوع، او اذا بعد ال 32 اسبوع. كل ما كان الولد خلقان ولاده مبكره اكثر، كل ما كان في صعوبات اكثر. وكل مرحلة لها مشاكلها؟ طبعا كل مرحلة لها مشاكلها. لا طبعا في تشابه بالمشاكل، بس كل مرحلة مع كل ما كان خلق بكير أكثر كل ما كان مشاكل أكثر. شو الفرق بين بيديتريشن والنيونيتال سبيشالست؟ البيدياتريشن هو أخصائي أطفال، يعني بس تخلص الميديكال سكول الدراسة الطبية بيعمل اختصاص بالأطفال، هيدا عبارة عن 3 أو 4 سنين حسب الجامعات. من بعد الاختصاص بطب الأطفال في اختصاص نيوناتولوجي أو نيوناتال ميديسن، اللي هي بين السنتين وثلاث سنين حسب كمان المراحل. سو اختصاص زيادة عن طب الأطفال. ولكن بيديوتريشن ما بيقدر يعمل هالاختصاص؟ طبعا لا بيقدر يعمل هالاختصاص، بس يمكن قصدك ما بيقدر يهتم بالاطفال اذا ما كان عنده هالاختصاص. هو بيقدر حسب البيدياتريشنز، في بيدياتريشنز يعني في اطباء اطفال مارقين بمراحل بيشتغلوا مع اطفال حديثي الولاده. هلا الدوله القانون اللبناني بيسمح انه الطبيب يهتم بالطفل خلقان حديث ولاده اذا كان عامل اختصاص مينيموم سنتين من بعد اختصاص الاطفال. خلينا نحكي شوي عن اسباب البريماتوريتي دكتوره. اوكي، اسباب البريماتور، اسباب الولاده المبكره مختلفه. هو الموضوع واسع. صحيح، والاسباب كثير مختلفه ومتنوعه، يعني ممكن يكون ولاده مبكره لانه كان في اكثر من جنين ببطن الام، اذا كان في التهابات، اذا كان الام عندها مشاكل صحيه. طبعا كل ما كان في مشاكل صحيه عند الام ما عم تهتم فيها، كل ما كان في خطر انه الولد يخلق ولاده مبكره. هذا كمان في او اسباب ولادات مبكره لانه الام بتكون مريضه، مش الجنين بيكون. نعم. مريض. كان عندنا حال هيك اليوم بيناتنا، العلاج كيف بتقدموا لهالحالات؟ هلا طبعا العلاجات بتختلف حسب درجه الولاده المبكره. اذا بدنا نحكي على الولاده المبكره كثير مبكره، يعني قبل 28 اسبوع، يعني هدول الاولاد اللي اكثر شيء بيحتاجوا، اكثر شيء معرضين للخطر. صحيح، يعني بدك تتصوري هذا الطفل كان مفروض يكون برحم امه، قاعد بمحل دافي حواليه مي عم يتحرك مثل ما بده، وفجاه عم يخلق على مطرح ابرد محاوط بهواء، مع ان يعني بيكون حاطينه بحاضنه اللي هي كوفيرز. نعم. بس محاوط بهواء مش بمي. سو حركته حتكون لها اعاقه. يعني جو الكوفيرز بيشبه رحم الام الى درجه معينه. طبعا ما في شيء مثل رحم الام. بدك مثل ما عم لك رحم الام البيبي محاوط بمي، بالكوفيرز محاوط بهواء. نعم. هيدا لحاله في عم بيشكل فرق. وبدك تتصوري هالطفل اللي عم يخلق ولاده مبكره كان مفروض برحم امه يتكل على الخلاص، على الرحم تبع الام تعطيه التغذيه وتعطيه كل شيء ما مطلوب منه يعمل الا انه يكبر. نعم. وفجاه بيخلق وهلا صار مطلوب منه يعمل كل الوظائف لحاله من دون ما تكون اكتملت اعضاء جسمه. صحيح، هلا الاعضاء بتكون اكتملت بس النمو تبعه ما بكون اكتمل، يعني بيقدر يتنفس بس مش بشكل طبيعي، بيقدر يستوعب الاكل بس مش بشكل طبيعي، يعني كل وظائف الجسم بتلحق، كلها مطلوب تشتغل اكثر من ما كان مفروض تشتغل بهذا العمر. وهذا بسبب مشاكل طبعا لكل وظائف الجسم، يعني اذا بدك فينا نفوت بالتفاصيل. وهون شو بتكون فتره مراقبه وانتظار؟ أكثر من مراقبة بتكون فترة علاج، لأنه إذا الطفل لنقول ما عم يقدر يتنفس بده مساعدة بمكانات تنفس. كمان المساعدة درجات، في يكون مساعدة بشوية أكسجين وفي يكون مساعدة أكثر بمكنة لتساعده على التنفس. خلينا نحكي عن بعض هالعلاجات بالـ NICU. أي
سو حكيت عن علاجات التنفس مثلا اذا الولد ما بيقدر ياخذ نفس. الاولاد اللي بيخلقوا كثير بكير معظم الاحيان ما بيقدروا يستوعبوا الاكل. سو اذا بدنا نطعميهم بعدهم خاصه اللي بيخلقوا قبل 32 اسبوع ما بيعرفوا يبلعوا ويتنفسوا ويمصوا بنفس الوقت. سو بدها كيف بنعود لهم؟ كيف بنعود لهم؟ بنطعميهم بالنبريش اللي هو بيفوت بالتم وبيفوت على المعده. هذه طريقة. وطبعا في إذا ما قادر مريض كتير ما بيقدر يستوعب الأكل لأنه ما بدنا نشغله بصارينه بنستعمل العرق أو بالسرة بالبطن أو بالعروقات الثانية اللي موجودة بالجسم نعطي تغذية بالعرق تغذية مكثفة يعني. نعم. مشاكل التنفس. نعم. شو ممكن تكون؟ حكينا مشاكل التنفس ممكن الولد ما يقدر ياخذ نفس بشكل مزبوط يكون ريته مش كاملين مزبوط يحتاج نعطيه دواء بقلب الانبوب اللي بنحطه بقلب مجرى التنفس. هذا الحال القصوى وممكن يكون بده شوية مساعدة ممكن ينسى يتنفس. هذا كمان له علاقة بالنمو الدماغ يعني في أولاد بينسوا يتنفسوا بينزلوا دقات قلبهم كمان هذا له علاقة بالنمو الدماغ. مناعة الأطفال كيف بتكون بهالمرحلة؟ كمان لأنه خلقانين بكير الولد مفروض ياخد المناعة من أمه خلال وجوده بالرحم. سو الولد اللي بيخلق بكير ما بيكتسب هالمناعة اللي كان مفروض يكتسبها. سو بس تيخلقه بكون عنده نقص مناعة. هون بيكون معرض للالتهابات أكثر؟ 100% بكونوا معرضين أكثر من غيرهم ليكون عندهم التهابات ياخدوا أنتيبايوتكس بكل مراحل. أوقات العلاج ممكن يسبب مضاعفات للطفل؟ أكيد ما في شيء بنعمله ما له مضاعفات. طبعا هي ميزان قديش بربح قديش بخسر يعني العلاج اللي بدي أعطيه بدي يكون عم بربحني كتير أكتر مما عم بخسرني. سو في مضاعفات بس نقبل هذه المضاعفات. خلينا نحكي عن الناحية النفسية عند الأهل كمان كيف بتعيشوا هالأمر؟ شوف الولادة المبكرة خاصة الإكستريم نحن بعدنا عم نركز على الإكستريم بس بكل الأحوال الولادات المبكرة الأهل بيعيشوها حالة ستريس. طبعا الولد نفس الشيء الطفل كمان بيشعر في عنده شعور وبيفرجينا هذه الأشياء بعدة طرق. سو بدك تفكري إنه هدول الأهل كانوا مفكرين رح يخلق لهم ولد كامل طبيعي حلو هذا فجأة بالقليل يقدروا يحضنوه اكزاكتلي يقدروا يحضروا فجأة خلق ولد كتير بكير ما حيقدروا يمسكوه. الأم كتير بتحس بالذنب مع إنه معظم الأحيان ما بكون خص الأم إنه صار في ولادة مبكرة. سو كتير في شعور بالذنب كتير في شعور بالأسى بالحزن. سو هذا الشيء منجرب نواكبه قد ما فينا نواسيهن نقول لهم ناخد الأشياء كل يوم بيومه لأنه ما بتعرفي كل مرحلة وإلها مضاعفاتها. نعم. قد ايه بتخبروا الأهل عن وضع طفلهم الصحي؟ شوفي صراحة يفضل إنه نخبر الأهل كل شيء ما منخبي شيء أبدا مهما كانت أليمة الحقيقة مهما كانت أليمة بس طبعا في طريقة كيف منقدم المعلومة هي ذاتها فيها تتقدم بعدة طرق بس الأفضل الأهل يعرفوا شو عم بيصير لأن يتحضروا نفسيا. هلأ الشيء اللي شايفتي قدامك بدك تقولي ما فيك تخبي بس في طريقة كيف تتخبر الأمور. أي متى بيعتبر الدكتور أنه هذا الطفل تخطى مرحلة الخطر؟ برجع بقول حسب شو بيصير معه أول يعني فترة. حتى تكتمل 40 أسبوع؟ مش بالضرورة. هل اللي بيخلقوا كتير بكير مرحلة الخطر إجمالاً أول أسبوع بس حسب أي متى حسب أي متى وحتى إيه عم نحكي اللي خلقوا كتير بكير قبل 28 أسبوع إجمالاً المرحلة الخطيرة أكتر شيء هي أول أسبوع بس بعدين في حدا قال البريماتشوريتي مثل رولر كوستر مثل واقف قاعدة في طلوع وفي نزول. نعم. مرة بتكون الأشياء منيحة تاني يوم بتكون الأشياء مش منيحة لأنه الأولاد حتى لو تخطوا مرحلة الخطر بدل في أشياء ممكن تصير معهم بخلال وجودهم بالإنتنسيف كير. هلأ كل مرحلة وإلها مشاكلها. هل في متابعة للأطفال من بعد ما يطلعوا من الآي سي يو؟ طبعا أكيد يعني بدك تعتبري الولادة المبكرة كأنه مرض مزمن ما بروح يعني له أبعاد كثيرة له أبعاد كثيرة طبعا يعني حتى لو الولد تخطى الخطر
وصار عم يقدر ياكل ويتنفس لحاله ما عنده اي مشاكل، حتى بس يكبر بضل في اشياء بتجرجر، ممكن يصير في توابع، يعني بده متابعه حتى من بعد ما يروح على البيت. خلينا نحكي شوي عن المشاكل اللي ممكن تنتج لاحقا. كله بيرجع للاشياء اللي بتصير بخلال فتره الوجود بالعنايه الفائقه. خلينا نحكي بالحالات القصوى، يعني اذا ولد عنده مشاكل تنفس مثلا واحتاج يكون على المكنات التنفس فتره طويله، في كثير اولاد منهم هدول بس تيكبروا بصير عندهم التهابات بالروايه، بيعملوا صفير بالروايه، شيء بيشبه الربو عند الاطفال. نعم. سو بحاجه لعنايه من هذا الناحيه. في اطفال بصير عندهم نزيف بالدماغ، كمان في منهم هذا النزيف بروح لحاله، وفي بعض الاولاد هذا النزيف ما بروح، بيترك اثر، يعني بيترك اثر، وهذا الاثر له يعني من مضاعفات كثير كثير قليله لمضاعفات كثير كبيره، يعني باقصى الاحوال ممكن الولد يصير عنده مثل شلل دماغي او مشاكل بالمشي، مشاكل بالتعلم بس يكبر. يعني بحاجة لعدة زيارات لعدة متخصصين من بعد خروجه إذا كان في عنده كثير مشاكل. صحيح. شكرا لك دكتورة لما شرف الدين. شكرا. بريك مشاهدينا ونكمل.